السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيبة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنخلص الحروف كلها ان شاء الله، اخر 3 حروف وهم الهاء والواو والياء، وبكده نكون انتهينا من الحروف بحركتها القصيرة، وبإذن الله نبدأ في المدود ونبدأ في تجميع الكلمات بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف كده حرف الهاء وحرف الواو والياء. الهاء يعتبر من أصعب الحروف اللي بتمر على ولادنا كتابة، بيجدوا صعوبة جدا 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 في كتابتها. ليه؟ لأن زي ما انتوا هتشوفوا الوقتي الكتابة بتاعتها مش سهلة. حرف الهاء المفروض ان انا الكتابة الصحيحة بتاعته بعمله شبه حرف الدال كده بالظبط، بس نايم شوية واروح عاملة دايرة كده شبكة من فوق لتحت وامشي على السطر، دي كتابة حرف الهاء الصحيحة. ايه بقى الصعوبه اللي ولادنا او ايه الغلط اللي ولادنا بيعملوه؟ ولادنا بيقفلوا حرف الهاء يعملوا دايره وجواها دايره. هو ده مش بنعتبره غلط قوي، ولكن بيبقى المنظر بتاعه مش حلو ابدا، لان الهاء ما بتتكتبش كده، الهاء الصحيحه بتتكتب بالطريقه دي. وولادنا في اولاد بيروحوا عاملينه كده ويروحوا عاملينه كده، وبنعديها لهم برضو، ما بنعتبرهاش غلط قوي. هو ده شكله غلط وده شكله غلط، ولكن احنا بنعديها لولادنا. وفي ولاد بيروحوا عاملينها كده كده ويروحوا عاملين الدايره تحت صغيره جدا كده، بنعديها برضو لولادنا. ولكن انا عايزاكي تعلمي ابنك يكتب الهاء صحيحه، خليه ينزل بالدال، قولوا له هي دال بس نازله شويه، ويروح ماشي ويروح قافل الدايره من فوق على تحت. هي دي الكتابه الايه؟ الصحيحه لحرف الهاء. تمام. الهاء برضو بنجد فيه صعوبة، لانه بيتكتب في اول الكلام بطريقة، في وسط الكلمة بطريقة، وفي اخر الكلمة بطريقة تانية خالص. الكلام ده هنعرفه الوقت، ولكن قبل ما نعرف هو بيتكتب ازاي في اول الكلام وفي اخر الكلام هنعرف حرف الواو. الواو بقى من اسهل الحروف اللي بتقابل ولادنا. ازاي؟ تعالوا نشوف كده حرف الواو. بصوا حرف الواو بنروح جايين على السطر، ونروح عاملين شرطة صغيرة، ونروح طالعين ومدورينها ومنزلين تحت السطر. ده الواو، سهل جدا جدا، من الحروف اللي سهله اللي بتواجه ولادنا، ما بتجيش فيها صعوبه. في اطفال بيروحوا عاملينها كده وعاملين الدايره دي كده، بنعديها لهم برضو، بنعديها لهم لان هم لسه اطفال صغيرين. ولكن علمي ابنك ان هو يكتب خطوه الحرف الصح، ان هو يعمل يمشي على السطر حته صغيره كده ويروح لافف ويروح نازل بالحرف. تمام. وهنعرف الوقت هو بيتكتب ازاي في اول الكلمه وفي وسط الكلمه وفي اخر الكلمه. تعالوا نشوف حرف الياء. حرف الياء بالرغم من انه هو سهل جدا جدا، بس برضو بنجد بعض الصعوبه مع اولادنا في ان هم ما بيعرفوش يعملوا حركه الياء الوزه. ازاي؟ بصوا معايا. المفروض الياء بعلم ابني ان انا بروح عامله كده، هو شبه الاتنين الصغيره كده، شبه اتنين صغيره، واروح لف ونازله تحت السطر كده وحاطه الايه؟ النقطتين. ليه بقول له حط النقطتين؟ عشان يعرف ان ده ياء مش الف لينه، لان احنا كلنا عارفين ان الالف اللينه بتكتب كده بس بينطق الف، وبيبقى شكله كده في المصحف، بيبقى فوق الف صغيره. اعرف ازاي ان ده الف لينه او ياء؟ اولا احنا بنحط على الياء نقطتين، لو ما تلاقيتش النقطتين دول اعرف ان هي الف لينه، او ممكن نكتب الياء من غير نقطتين بس بيكون الحرف اللي قبلها مكسور، اعرف على طول ما دام الحرف اللي قبلها مكسور ان دي ياء. طب لو الحرف اللي قبلها عليه فتحه اعرف ان ده الف لينه، يبقى الالف اللينه بعرفها من ان قبلها فتحه، والياء وانا قلتها قبل كده تقريبا في فيديو، وان شاء الله هقولها لكم تاني لما نيجي ناخد حاجه تخص الالف اللينه. تمام. ده الياء. يبقى الياء بتعمل ازاي؟ بروح معلمه ابني ان هو شبه الاتنين كده، كأنك بتكتب اتنين وتنزل تحت وايه وحط الايه؟ النقطتين بتوعك. دي الياء. تمام. ده الياء دي ما بتتكتبش بالطريقة دي ابدا غير في اخر الكلام، بقى لها طريقة في اول الكلام وسط الكلام، ودي بتتكتب بس فقط في اخر الكلام، وهنعرف الوقتي. طيب تعالوا نشوف الهاء دي في اول الكلام. طب الهاء في وسط الكلام بتتكتب ازاي؟ بصوا كده يا ولاد، بروح شد شرطة واروح عامله دايره فوق ونازله عامله دايره تحت وشده الشرطه، دي الهاء في وسط الايه؟ الكلام، وبنسميها هاء في يونكا. محدش يعمل الهاء كده في وسط الكلام، هتكون غلط. الهاء ما بتتعملش كده في وسط الكلام، بتتعمل كده اهو، دي الهاء في وسط الكلام. طب في اخر الكلام، ده اخر الكلمه بقى وهعمل هاء شبه التاء المربوطه بالظبط بس ما احطش فوقها نقط، دي الهاء في اخر الكلام. يبقى دي الهاء في اول الكلام، الهاء في وسط الكلام، والهاء في اخر الايه؟ الكلام. تمام كده يا اولاد؟ تمام كده. دي صعوبه الهاء، دي الصعوبه اللي احنا بنواجهها. ابني لما اعلمه، ادخ جدا لما اعلمه دي، وما جاء اقول له كلمه في وسط الكلام تلاقيه حاطط لي الهاء في وسط الكلام بالطريقه دي، ويجي لاخر الكلام ويبقى مش عارف يعمل ايه. لا، ده لها طريقه في اول الكلام، في وسط الكلام، في اخر الايه؟ الكلام. الواو سهله جدا جدا جدا، زي ما بتتكتب في اول الكلام
برضو بتتكتف في وسط الكلام بس بشد لها بس الدراع بتاعها، زي ما بتتكتف في اخر الكلام بس بشد لها الدراع بتاعها، زي دي منفصله بقى لو هي منفصله. يبقى الواو من الحروف اللي سهله جدا، اول الكلام وفي وسط الكلام وفي اخر الايه الكلام. طب تعالوا نشوف الياء كده. الياء بتتعمل كده في اول الكلام شبه التاء بالظبط بس نقطها تحت، كانها تاء ولكن النقط بتاعتها فين؟ تحت، او شبه الباء بس بنزود لها ايه نقطه. دي الياء في اول الايه الكلام. طب الياء في وسط الكلام زي برضو التاء بالظبط بس النقط بتاعتها ايه؟ تحت. دي الياء في وسط الكلام. طب في اخر الكلام بشد شرطه وابدا انزل زي ما احنا اتعودنا واحط تحتها نقطتين، دي لو متصله، ولو منفصله بعملها كده وتحتها ايه نقطتين. دي الياء في اخر في اول الكلمه، في وسط الكلمه، في اخر الكلمه متصله، وفي اخر الكلمه منفصله. دي حروف الهاء والواو والياء، وهناخد دلوقتي كلماتهم وحركاتهم، يعني الحرف بحركاته وبكلماته، ولكن انتظروني بعد ما امسح السبوره. تعالوا نشوف حرف الهاء بحركاته وحرف الواو وحرف الياء. اول حاجه حرف الهاء، ها ها ها، هي ها هي ها هي، هو ها هي هو ها هي هو، تمام كده. طيب حرف الواو، وطبعا الواو من الحروف الرافدة يعني مش هتشبك في الحرف اللي بعدها، وا وي وو وا وي وو وا وي وو. تعالوا نشوف حرف الياء آخر حرف، يا يي يو يا يي يو. غالبا مش بنلاقي كلمة الحرف الياء المكسورة في أول الكلام يي يي، بس أنا بقول ين، الين اللي هو الجنيه عملة مش عارفة مين بصراحة، الين مش عارفة الأردن ولا عملة عمان ولا عملة مين، ما علينا، هي عملة يعني شبه الجنيه، بعرف الولاد إن هي شبه الجنيه بتاعنا بس في بلد تانية، ده اللي بعرفه للولاد، تمام؟ طيب ها هي هو وا وي وو يا يي يو. تعالوا بقى نحط كلمات، ندور كده على كلمات، ودايما بقول لكم شجعوا اولادكم ان هم اللي دايما يجيبوا الايه الكلمات. ها ها ها، هرم هرمو هرمو، شايفين في حرف الميم اهو في اخر الكلام، هرمو الهرم، تمام. هي هي هلال هلال، يعني الهلال، تمام كده، هلال. طبعا دي اللام دي ممدوده بالالف، هنعرفها لما ناخد مد الالف. هو هد هدو هد هدو هد هدو، ها هرم، هي هلال، هو هد هدو. و وردة وردة، بلاش تنوين الوقتي. وي وسادة وسادة، و وردة وي وسادة اللي هي المخدة يعني. وو وو وو، عايزة كلمة تبدأ بحرف الوو. وجوه وجوه وجوه، كتير وجه ووجه ووجه، وجوه، تمام كده. طيب يا يد، كلمة سهلة جدا، يد ايد يد، يي ين، قلتلكم ين. يو يوسف او يصفي، خلوها يصفي يصفي، تمام. انا كده خدت حرف الهاء وحرف الواو وحرف الياء بالفتحه والكسر والضم وبالكلمات بتاعته، وخلصت كل الحروف اللي عندي من الالف للياء بكل بحركاتها فتح وكسر وضم.
اللي الحصه الجايه بامر الله هجيب الحروف كلها بالفتح مره واحده واقراها باذن الله، هيكون درس عملي باذن الله، وهيكون مع بنتي باذن الله عملي، بان احنا نجمع الكلمات، هنجمع الحروف دي بالفتح وبالكسر وبالضم وبنعمل كلمات، وازاي اوصل ابني ان هو يقرا على الاقل نصف الكلمات اللي موجوده عموما، طالما وصل للمرحله اللي احنا فيها دي يقرا نص الكلمات، اي كلمه فيها فتح وكسر وضم ابني مستعد ان هو يقراها، وده هنشوفه عمل ان شاء الله، وهنبدا نفكر نفسنا بالحروف بالفتح وبالحروف بالكسر والحروف بالضم، ودي الخطوات البدائيه من دوره التاسيس، يعتبر كبدايه بقى خالص، هنبدا ناخد فتح وكسر وايه وضم بس على بعض زي ما انا ببدا في دوره التاسيس بتاعتي الاصليه. وان شاء الله يعجبكم الفيديو ده، تابعوني عشان تكملوا، عشان توصلوا اولادكم ان شاء الله المدارس وهم بيقرأوا. اللي يعجبوا الفيديو لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس اللي ما فعلوش عشان الفيديوهات توصل لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.